ها كيفكم؟ نتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج القوس. راح أحكي فيه عن مشاعر الحبيب نوياه وإلى ما ستؤول علاقتكما. راح أحكي يعني على مشاعر الحبيب ومشاعرك بالمقابل كذلك، يعني كل شيء راح أعمله بالمقابل. وراح أحكي كذلك عن العزاب من برج القوس، راح نشوف إذا في راح يأتي شخص جديد بحياتكم أو لا. أوكي، هذا كل شيء. وكما عودتكم هذه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وإذا حسيتوا أن القراءة ما بتنطبق عليكم ممكن تشوفوا البرج الشمسي أو القمري أو الطالع. يعني كل هذه الأبراج ممكن تنطبق عليكم هذه القراءة. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت، وشكرا لكم. عم يطلع عندي برج القوس على انه ممكن انت ناوي على سفرة او يعني مبتعد عن شيء ألمك، شيء تعبت عليه كتير، ممكن يكون مشروع، يعني مشروع زواج او للبعض. انا عم شوف على انه في طلاق للبعض او انفصال، يعني انتو حاليا منفصلين. انا عم شوف في ابتعاد وهجرة او خسارة للعلاقة. ممكن للبعض كذلك يكون في امرأة برج ناري هي اللي يعني خلتك تبتعد عن هذه العلاقة. اوكي، عم شوف كذلك أن طاقة الشريك حاليا ليست بالجيدة. إذا ما عنده مثلا فقر مادي فهو يعيش فقر عاطفي، ممكن يكون حتى عنده فقر بالمشاعر بالمادي بكل شيء. عم يحس أن الحياة مقفلة أبوابها عليه، بحس أنه في شح من كل شيء، بحس انه الابواب مسكره، هو مش شايف طريق للمستقبل. حاليا هيدي طاقته كتير، مش عارف شو يعمل. اذا كان بالوضع العملي، اذا كان بحياته عامه، هذا الشريك في كتير اشياء متعبته لهذا الشخص، حتى ممكن حتى الوضع المادي. انا عم شوف الوضع المادي يرهق حبيب برج القوس. ممكن حتى موضوع الشراكات او موضوع الاستقرار يؤرق حبيب برج القوس. ممكن حتى الموضوع العائلي. عم شوف صراحة حبيب برج القوس عم يعاني بهذه الفترات كتير. اما بمشاعرك انت يا برج القوس، عم شوف مشاعرك حاليا فيها نوع من القوة. ممكن من بعد الألم والجرح اللي حسيت فيه يا برج القوس، صرت عم تغير طاقتك، بدك يعني تغير طاقتك من هذه الآلام اللي كنت تشعر فيها، وبدك تبدأ بداية جديدة نحو القوة، نحو انه تكون انسان جديد، انه ما تستسلم للاشياء. ممكن يا برج القوس على ما اظن بهذه القراءة انه كان في صراعات وفي خصامات انت والشريك، ويعني انتهت هذه العلاقة بتاعت عن بعض، وانت حاليا عم تبحث عن القوة التي بداخلك بطرق يعني خاصة او بطرق اخرى. ممكن تبحثها انه تتقوي او تبحث عن عمل، ممكن بتشوف علاقات جديدة. المهم انه تبدأ حياة جديدة من غير هذا الانسان، لانه كان حياتك كلياتها. كمان عم شوف الشريك متعلق فيك بشدة. ما كان هذا الانسان يعرف ان يعيش التوازن بالعلاقة، كان انسان مفرط بالشيء. يا يعني اما يعني بيكون معك لدرجة كبيرة وبيعطيك وقت كتير كبير وبيحكي معك كل يوم، يا اما يبتعد ابتعاد كلي. اوكي، وهذا يصيبك انت بالحيران، ما بتعرف اذا هذا الانسان بيحبني او لا يحبني. كذلك عم شوف انه العلاقة ما كانت صحية، كان فيها نوع من الشك، في نوع من الغيرة، في نوع من التعلق والبحث في الهاتف، يعني
علاقة غير صحية أبدا، فيها نوع من الشك، وفيها ممكن إذا كنت امرأة الرجل كان عم يراقبك من بعيد، ممكن يسأل عنك، ما كانت في ثقة بيناتكم، ما كانت العلاقة متوازنة أبدا، وكان فيها نوع من الكلام التجريحي بينك وبينه، ممكن حتى هو كان بيجرحك يا أصحاب يعني برج القوس. عم شوف كذلك على أنه الأشياء اللي ما بتحبها فيه، الأشياء اللي ما بتحبها فيها، ويت كان يعني ممكن هذا الإنسان لما بحب بغيري وبشد وبيصير شخص تملكي جدا، أنت ما بتحب فيها الشغلة وبيصير يعني لازم تحطه مثل البيبي، يعني مثل الطفل الصغير، لازم تحرص على أشياء إنه ترضيه، انه تكون معه طول الوقت، انه تهتم فيه كتير. ممكن انت هذا السبب جعلك ما بتحبها، يعني كأنه انا بحكي مع انسان كبير بالعمر، شخص يعني عنده عقل، مش طفل صغير. اوكي، كمان عم شوف حتى يعني انه في علاقات، في نوع من الخصامات بينك وبين هذا الانسان، بس ممكن كانت الخصامات بينك وبينه بالرغم من انه تشتد الخصامات، كنتوا بترجعوا لبعض، كنتوا بتلاقوا حل بالرغم من كل هالخصامات، بس انا عم شوف حاليا كأنه وصلتوا لمرحلة كل واحد ابتعد عن بعض. اوكي، ما صرتوا يعني كأنه ما لقيتوا حل لعلاقتكم وابتعدتوا عن بعض. كذلك عم شوف على انه هو ما بحب فيك انه ممكن انت بدك يا برج القوس انه تكتشف الحياة، انه تعلم نفسك، انه تثقف نفسك، انه تشوف كتير اشياء. انت انسان حر، بتحب الحرية، بتحب العلم، بتحب السفر، بتحب السفر اللي بيكون من وراءه تجربة واكتشاف لاشياء اخرى. انت بتحب هيك يا برج القوس، هو ما بحب فيك هيك، ما بحب فيك انه انت انسان حر، انت انسان منطلق، هو شخص بده يتحكم فيك. ممكن هذا سبب الخصامات، ما كان بحب هالشغلة فيك ابدا. وممكن كنت يا برج القوس شخص عندك يعني عقلاني جدا في العلاقة، بحس حاله كأنه هو طفل صغير امامك، انت كتير ناضج، بتشوف الفكرة العامة، ما بتشوف التفاصيل البسيطة والاشياء التافهة بالحياة، وانت بتشوف الصورة الكبيرة، هو بيشوف الاشياء التافهة بالحياة. بس هو اشياء هيدا ما حبه فيك ابدا. كمان بحب فيك على انه انت شخص مفكر، بحب فيك هالشغلة ما بحبها فيك. اوكي، بحب فيك على انه إنسان عقلاتك كبير، لأنه أنت بتفهم هذه الانفصام اللي بعلاقته بشخصيته. وكذلك أنت أوقات ما بتحب هالشخصية لأنه أنت شخص حر، ما بتحب التملك والسجن والغيرة والشك وهالأشياء. كمان بدي أنا بشوف على أنه أنت يا برج القوس بشوفك تنوي أن تراسل هذا الشخص، بدك تحكي معه، نيتك من جوا، بدك ترجع العلاقة إلى ما كانت، بدك تعطي فرصة للعلاقة. بس لم إذا رجعتوا للعلاقة بدك إنه تصلح كتير أمور، إنه تتحدثوا عن أشياء كانت ترهقك يا برج القوس قبل، وتحاولوا تصلحوها. كذلك عم شوف الشريك كذلك على أنه بده صلحة أنت وياه، بده يقدم لك كاس الحب ويتقدم لإلك ليبادر بالصلحة. مستقبل العلاقة عم شوفه جيد جدا، عم شوف على انه ممكن تكون صلحة اذا كنتم مفترقين، اما اذا كانت العلاقة فيها شوائب وكل واحد متخاصم مع بعض وفي نوع من المجاكرة انت والشريك، عم شوف انه الاوضاع ستتحسن الى احسن. وانا عم ضل شوف على انه في العلاقة فيها نوع من التشبت والتعلق في بعض. بصراحة هذا الشخص اللي عم تحقل يعني اللي هو حبيبك، شخص بهذه الطباع، شخص يعني إنسان عنده يعني حب التعلق وحب التملك وحب الأنانية، هيك شخص هو. أما الطاقات اللي عم تطلع عندي يا برج القوس، عم يطلع برج الأسد، برج الجدي،
القوس والعذراء، حتى الدلو عم شوفوا بهذه القراءة. أوكي، أما للناس العزاب اللي بيسألوا هل في قدوم شخص جديد بحياتهم، ما عم شوف صراحة بهذا الوقت في قدوم شخص، عم شوف في تذكر لشخص من الماضي، عم تتذكر اللحظات اللي كنت معه فيها، وعم شوف انه اوقات تجيك فرص او بتجيك افكار على انه بدك صلحة مع هذا الشريك او تتغير الاوضاع، يعني تجي هيك معجزة من الله وترجع لهذا الشخص، ممكن تعمل تخاطر معه بالليل، بدك ترسل له رسائل حب و بدك ترجع العلاقة إلى ما كانت، بس أوقات بتتذكر الآلام أو الجروح اللي سبب لك إياها هذا الشخص. أوكي، نصيحة الورق لإلك، عم شوف على أنه صراحة بهذا الوقت ما عم شوف في علاقة، ولا يعني النصائح عم شوفها أكثر تهتم بعملك وتهتم بمظهرك أكثر وحتى بكلامك مع الأشخاص. ممكن بهذا الوقت كأنه الورق بيقول لك أنه ممكن إذا اهتميت بشكلك أو بمظهرك، أو ممكن تجذب أشخاص جدد بحياتك. أوكي، هذا الشيء اللي بيطلع عندي يا برج القوس، بقول لك انه الورق تستمتع بالحياة، ما تعلق نفسك بالصدمات تبع الحياة. انا الحياة كلها فيها نوع من يعني النزلات والنجاحات اكيد، بس انت لازم تلاقي حل لنفسك وتلاقي وتشوف الاشياء الايجابية في الحياة، لانه الحياة عامة فيها الاشياء الحلوة والاشياء الغير جيدة، بس نحن كأشخاص نتفائل دائما بالحياة، نتفائل دائما بالخير، يعني دائما نشوف الحياة وردية بالرغم من ممكن يكون في أشياء سلبية. أوكي، رح حاول شوف نصائح لإلك. بالك انه لازم تقوي حالك بالرغم من اي ظرف في حياتك تعرضت له يا برج القوس، لازم تقوي حالك وتكون قوي، وانه كل ما كنت قوي كل ما تغلبت على صعوبات الحياة. كمان هون بقول لك انه تكون مركز على اهدافك بالحياة وعلى الطريق لتصل الى اشيائك يعني الاشياء التي تريدها بالحياة، وانه كل ما وصلت لشيء لازم تعمل مارك يعني سيناتور يعني امضاء لك يعني تاتش تبعك، ما بعرف شو يعني الترجمة تبعه، بس لازم تحط بصمتك بالاشياء التي تضعها بالحياة. ممكن اذا كنت بتشتغل شغل لازم مثلا تعمله بإتقان وتحط فيه بصمتك أنت، لأنه كل واحد عنده شيء هبة من الله، يعني كل ما عملت شيء لازم تعمل بصمتك، حتى بالعلاقة لازم تحطوا بصمتكم. يعني أنا شخصيتي هيك، لأنه الإنسان دائما يعني بيعلم الشخص أو طباع الشخص بالإنسان الآخر. تلاقي مثلا شخصية منسيتها بحياتي لأنه كانت شخصية لا تنتسى، فيها نوع يعني مثلا شخصية عنيدة، شخصية معطاءة، شخصية بتذكرها بالخير. يعني لازم تحط بصمتك بالعلاقة أو حتى بالشغل بالعمل بكل شيء. أوكي، كمان هون بقول لك إنه فوكس يعني ركز على priority تبعك، يعني أهدافك السامية بالحياة، وأنه لازم الله سيجلب لك المساعدة إذا نظمت حياتك وكنت نشيط. أوكي، هذا كله كلام عشان
تكون قوي، بالرغم من أنه في علاقات فشلت تتعرض لها بالحياة، ممكن تكون في خصامات، ممكن يكون في هفوات بالحياة، لازم تشوف الأشياء بشكل إيجابي يا برج القوس. بتمنى أنه أكون ما طولت عليكم، وشكرا لكم. ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا.